بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل مع شرح الشابتر 6 Frequency Response and Board Plot من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ويحدثكم دكتور منجي محمد زيدي. هنا عندنا an example first order process. قلنا أنه بالنسبة للبود دياجرام we have to determine the amplitude or the amplitude ratio and the angle. Given this first order system على شكل KP تقسيم tau PS plus 1 يعني في المتغير S. بطبيعة الحال قلنا أنه في البود بلوت يعني الS تصبح GW لأنه المتغير يصبح الفريكونسي. وبالتالي بالنسبة للفيرست أوردر سيستم كنا تكلمنا على هذا الفيرست أوردر سيستم من قبل عديد المرات. فبالنسبة للأمبليتيود ريشيو هو KP تقسيم روت سكوير أوف تاو بي سكوير دبليو سكوير بلس 1. And for the angle this angle phi its angle phi is defined by 10 minus 1 minus tau p w. علم أنه التاو بي هذا والتاو بي هذا هو بطبيعة الحال موجود في الترانسفير فانكشن أو موجود في النظام. طيب هنا عندي الامبليتيود ريشيو وعندي الفيز. ساتكلم على اللو فريكونسي اسمتوت اند ذا هاي فريكونسي اسمتوت اند ذا كورنر فريكونسي. هذه ثلاث عناصر مهمه جدا في البود دياجرامز. ما معنى اللو فريكونسي؟ يعني اشوف مثلا بالنسبه للاي ار واشوف لما يكون يعني التردد ضعيف او الفريكونسي ضعيف. يعني هنا إذا الدبليو هذا يكون يعني مجاور أو قريب من الصفر، يعني هذا اللي موجود في المقام سيصبح كله تقريبا واحد، وبالتالي قيمة الاي ار تصبح كي بي زي ما هي موجودة هنا. ثم بالنسبة للزاوية فاي، إذا عندي أنا أو إذا احنا موجودين يعني في التردد الضعيف أو في الفريكونسي التي تقارب الصفر، يعني هذا الدبليو تقريبا صفر، تان ماينس 1 لصفر هو تقريبا يجي صفر درجة. أما بالنسبة للهاي فريكونسي، هاي فريكونسي معنى يعني لما يكون يعني التردد عالي، يعني أنا أغذي نظام بتردد بإشارة لها تردد عالي، يعني إيش؟ يعني هذا الدبليو يصبح عالي جدا، وبالتالي في هذه الحالة الاي ار هذا سيصبح كي بي على قيمة كبيرة جدا ستصبح تقريبا صفر. وبالنسبة للزاوية نفس الشيء، إذا أصبحنا نتكلم على تردد عالي فهذا الماينس تاو بي دبليو سيصبح ماينس انفينيتي، وبالتالي تان ماينس 1 انفينيتي هي تقريبا الماينس 90 درجة. أما بالنسبة للكورنا فريكونسي أو نسميه البريك فريكونسي أو نسميه كورنا فريكونسي على حسب المراجع بطبيعة الحال، هو الانفليكشن بوينت بالنسبه للفاي في الزاويه تساوي ماينس 45. هذا الكورنر فريكونسي نسميه الدبليو سي هي 1 على تاو بي. ما هو التاو بي؟ التاو بي يعني هو موجود وين؟ موجود في النظام. اوكي، وهنا عندي اكزامبل، تطبيق اكزامبل بسيط. ناخذ مثلا فيرس اوردر سيستم جي او اس تساوي 2 تقسيم 3 اس بلس 2. اجيب الاي ار اللي هو 2 تقسيم 9W سكوير بلس 1، وأجيب بعدها الفاي اللي هو 10 ماينس 1 ماينس 3W. بعدها يعني I can يعني discuss about the lower frequency and the higher frequency for the phase, and they can also discuss the higher frequency and the lower frequency for the amplitude ratio. For the WC قلنا أن WC هو يعني رمزه أو قانونه هو 1 على tau p. في حالة هذه tau p هي تمثل 3، وبالتالي هنا WC هي 1 على 3، يعني هي تقريبا 0.33 rad per second. هنا plot يعني أخذنا نفس النظام هذا G of S تساوي 2 على 3 S زائد 1. عندي الـ IR وعندي الـ Phi. نذكر أنه في الشريحة السابقة تكلمنا على الـ WC وهو 0. بالنسبة للـ WC هو يساوي 0.33 rad per second. يعني إذا ناقشنا بالنسبة للـ Amplitude Ratio في الـ Low Frequency سيكون يعني تقريبا هو 2، وفي الهاي فريكونسي 0، وبالنسبة للفاي في اللو فريكونسي يقارب الصفر، وفي الهاي فريكونسي يقارب الماينس 90 درجة. بالنسبة للدبليو سي، حدد الدبليو سي مهمة جدا في البود بلوت. دبليو سي هي 0.33 راد بار سكند. عندي الاسمتوت، الاسمتوت يعني هي دايركشن الريال كيرف،
دايركشن الريل كيرف. ايش قلنا؟ قلنا بالنسبه للاي ار لما تكون الدبليو هذه مجاوره للصفر، الاي هذا قيمته كم؟ قيمته 2. انا عندي هنا يعني لاين على المستوى 2، وبعدين عندي يعني اذا الدبليو كبير او اذا تردد كبير هذا الاي ار سيصبح كم؟ سيصبح 2 على 0. يعني في كل يعني في كل ديكيد هذا من 10 ماينس 1 الى 10 0، ومن 10 اس 0 الى 10 اس 1 نسميه يعني ديكيد، هذا ديكيد وهذا ديكيد، يعني في كل ديكيد سننزل ب ماينس 1، وبالتالي السلوب هذا او الـ او الـ او الـ او الاسمتوت هذا سلوب حقه هو ماينس 1. وبالنسبه للزاويه تتغير بطبيعه الحال as function of the frequency like this، يعني تبدا من الصفر وتنزل وصولا الى الماينس 90، وهنا يعني في التردد الضعيف، وهنا عندي التردد القوي او التردد الكبير. هذا هو بالنسبه للبود بلوت. ملحوظه هنا بس انه في البود بلوت، انه في البود بلوت بالنسبه للريل اكسس يكون يعني بمقسم او سكيل حق الريل اكسس، لانه عندي ايماجينر وعندي ريل. الايماجينر اكسس يعني موجود سواء في الاي ار او موجود في الفيز. وبالنسبه للريل اكسس، هذا الريل اكسس يعني تقسيمه او سكيل اوف ذا ريل اكسس يكون بالديكيد. ما معنى؟ يعني مثلا ناخذ هنا 10 اس ماينس 2 اللي هي 0.02، بعدها 10 اس ماينس 1 يعني 0.01 1 سوري هنا، بعدها 001، بعدها 0.1، بعدها 10 اس 0 يعني 1، بعدها 10 اس 1 يعني 10، بعدها تيجي 100، بعدها يجي 1000، يعني امشي بال10 اس كذا، وبالتالي يعني هذا يسموها ديكيد، هذا يسموها كل ديكيد. اوكي، نفس الشيء بالنسبه لل وعلى حد السواء بطبيعه الحال بالنسبه للاي ار وبالنسبه للفاي. الريل اكسس يكون مقسم بطريقه الديكيد. اوكي، هذا هو بالنسبه للاكزامبل جي او في اس تساوي 2 على 3 اس زائد 1 في البود بلوت. ثانك يو.